في جو يعيدنا إلى العصور الوسطى، أرض مبللة وأدوات تعذيب وصرخات ألم. صرخات يطلقها موقوف في سجن رومية، يتعرض وهو مكبل للتعذيب بيدي وقدمي وعصا أحد عناصر الأمن. وبيظل تقرير صدر عن الأمم المتحدة لجنة مناهضة التعذيب الدولية بشأن لبنان واتهام لبنان بأنه يمارس التعذيب الممنهج، هذا التقرير صدر العام الماضي. يعني المفترض كان على الحكومة اللبنانية أن تعمل جهد كبير للخروج من هذا الاتهام، فإذ بنا نتراجع لنشمل أجهزة أمنية لم تكن تمارس التعذيب حينها، بدأت بممارسة التعذيب، لتشمل سجون لم نلحظ أعمال تعذيب حينها، بدأنا نلحظ أعمال تعذيب داخلها. في مقاطع الفيديو المسربة تعيد أصوات السجناء وصورهم إلى الذاكرة سجن أبو غريب بحسب ما يرى كثير من اللبنانيين، لكن وزير الداخلية صاحب الولاية على السجون خفف من وطأة المشاهد وقال إنها حصلت بان قمع تمرد. أدين هذه العملية اللي صارت وما رح أتركها ولا لحظة، حنتخذ كل الإجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة هذه الصور اللي كلكم شفتوها. التسريبات من داخل سجن رومية المركزي استمرت، ومعها ارتفعت حرارة التصعيد وردود أفعال الرأي العام والأهالي الذين ازدادت خشيتهم على حياة أبنائهم وباتوا يحتاجون إلى تطمينات. تم توقيف 2 لغاية هذه اللحظة من الفاعلين، حددوا نعم أوقفوا لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وضعني وزير الداخلية بهذه الأجواء، ومدعم التمييز يتابع التحقيقات الكاملة في هذا الاتجاه. وفي تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الصادر العام الماضي، فإن التعذيب بات ظاهرة منتشرة في السجون اللبنانية بغرض التحقيق أو معاقبة المعتقلين. السلطات اللبنانية باشرت التحقيق في نشر مقاطع التعذيب في السجون ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنها، لكن ذلك لم يخفي استغراب البعض توقيت نشر هذه المقاطع وما يمكن أن تؤدي إليه من ردود فعل سلبية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.